اكتب هاتين الآيتين في ورقة واحملها معك، وسترى العجب وتتغير حياتك جذريا للأفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في قناتكم روحانيات وأسرار مع أحمد ستون. يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. آيتين من كتاب الله تعالى، من كتبهما وحملهما معه بارك الله تعالى جميع أحواله ونصره على أعدائه وأعلى شأنه وأتم له أمره وأكمله على أفضل حال، ومن دعا الله بهما استجيب له. هاتان الآيتان الكريمتان تنفعان للآلام البدنية كلها والأمراض الباطنة. طيب أكتب الآيتين في إيه؟ أجيب ورقة وأكتب الآيتين وأطبق الورقة تطبيقة جميلة، مفيش مشكلة. إننا بعد ما أطبقها أضعها في ورقة أخرى وأضعها في جيبي، أو أضعها في السيارة، أو أضعها في الشنطة. يقول بعض العلماء المحققين مما جرب لإذهاب الخوف والهم والغم أن يكتب هاتين الآيتين ويحملهما معه، فإن الله تعالى يبارك له جميع أحواله وينصره على أعدائه، فمن دعا الله بهما استجيب له. وهاتين الآيتان هما الآية رقم 154 من سورة التوحيد سورة آل عمران، والآية رقم 29 وهي الآية الأخيرة من سورة الفتح. وهاتان الآيتان سوف أقرأهما على حضراتكم في آخر الفيديو إن شاء الله. هذه الآية تشير لنا حين نحافظ عليها إلى أن الله عز وجل سوف يتم لنا أمرنا وينطق الألسنة بالثناء علينا وينصرنا على أعدائنا. هاتان الآيتان، الآية رقم 154 من سورة آل عمران والآية رقم 29 من سورة الفتح، كل آية منهما قد جمعت حروف الهجاء كلها 29 حرفا موجودين في هاتين الآيتين. يقول بعض العلماء المحققين هاتان الآيتان ينفعان للأمراض الباطنة ولكل ألم أو وجع يحدث في بدن الإنسان، وكل آية منهما تشفي بإذن الله عز وجل. ما هي الطريقة لنا استعملها علشان أستشفي بهاتين الآيتين من الأمراض الباطنة كما قال بعض المحققين؟ وبعض المحققين منهم الإمام عفيفي الدين اليافعي، وهذا كان شيخ الحرمين وكان مفتيهما في زمانه. على بركة الله نبدأ في شرح تفاصيل الطريقة، وهي هنحضر إناء نظيف ونكتب فيه هاتين الآيتان. طيب نكتب بإيه؟ بماء الزعفران. الزعفران معروف عند العطارين. طيب كتبنا الآيتين دول في الطبق، هنعمل إيه بالظبط؟ نجيب ماء الورد موجودة أيضا عند العطارين، أو زيت الزيتون أو زيت السمسم. وعلى فكرة زيت السمسم ليه خصائص عجيبة. ندوب اللي كتبناه في الإناء بماء الورد أو زيت الزيتون أو زيت السمسم، اللي ما يلاقيش يعمل بأي نوع من التلات أنواع دول. ثم نأخذ بمقدار على قد ما تعمل بقدر الشيء الذي ستدهن به، ثم نأخذ هذه المادة وندهن بها مواضع الألم. عندك ألم في المفاصل، عندك ألم في الرأس، عندك نمش، أو عندك دمامل، أو عندك خراج، عندك كسور، أي ما كان نوع الألم أو المرض ادهن منه كده وانت بتقول بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله أرقي نفسي، فإن الوجع والألم سيزول بإذن الله في وقت قليلا غالبا. وهذا جرب مرارا، هو من الأسرار المكنونة. طيب نستمع للآيتين. الآية الأولى هي الآية رقم 154 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء
ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. والآية رقم 29 من سورة الفتح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيم. صدق الله العظيم. وفي الختام: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وكل عام وأنتم بخير. وأسأل الله في الختام أن يوفق كل من رأى هذا الفيديو، وأن يحقق له كل ما يتمنى، وأن يشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في خير. لا تنسى أن تضغط على زر اللايك إذا أعجبك الفيديو، وأن تدعو لي في التعليقات بالتوفيق، وأن تشترك بالقناة إذا كنت غير مشترك، وأن تفعل الجرس حتى يصلك كل جديد، وأن تشارك الفيديو على أوسع نطاق حتى تؤجر بالثواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في خير.